النهارده بالتاكيد بيشرفني ان انا اكون موجود النهارده مع جماهير النادي الاهلي في كل مكان من خلال برنامج العاب الصالات والحديث عن الالعاب الجماعيه والالعاب الفرديه داخل النادي الاهلي. شرف كبير بالتاكيد ان اكون النهارده موجود في هذه الحلقه الخاصه والاستثنائيه بخصوص العاب الصالات بالنسبه للمرحله القادمه. لكن بشكل عام مهم جدا قبل كل شيء لازم بالتاكيد اتوجه بخالص التعازي الى الكابتن خالد العوضي، وان النهارده ان انا بتشرف ان كان موجود مكانه النهارده في برنامج العاب الصالات في هذه الحلقه تحديدا. لكن بنوجه له التعازي واسره قناه النادي الاهلي بتعزي الكابتن خالد العوضي في وفاه شقيقه الاكبر. انا لله وانا اليه راجعون، البقاء لله وربنا يسكنه فسيح جناته. وخالص التعازي للكابتن خالد العوضي وخالص التعازي للاسره الكريمه في وفاه الشقيق الاكبر للكابتن خالد العوضي.